كالعادة، تحية وسلام. حميد الغضبان يعود إليكم، ولا بغيتوني رجع فرحان؟ نفرح علاش؟ مسائل الشخصية ديالي كنفرح بيها، عيد ميلاد عن طفل، زواج، نجاح عملية، ولكن غضبان الأوضاع ديال الأرض ديالي، أنا غضبان. فما تبقاوش تحاسبوني، أنا كنقول كلام النبي، أنا نقول كلام النبي صلاة وسلام على سيدنا محمد، باش تكون على خاطرك أنت يا الكلب. احنا بدينا نرجعوا لواحد الموضوع اني كنت طرقت ليه، ولكن شي ايضاحات ما قلتهاش. فاتني على شفيق العمراني وحميد المهداوي، الكلاب الضالة. هذا واحد الانسان، تصوروا معي عافاكم، شفيق العمراني مهندس، يعني واحد الانسان، انا ملي كنسمع مهندس كنسمع علم، فيزيك، المات، سيونس، يعني ما حيت ما كاينينش، كاين الفلسفه في الجينيتيك، مهندس ديال الجينيتيك، ومهندس ديال القناطير، ومهندس ديال العلم الوراثي، مهندس ولكن في الجينيتيك. وهذا شنو كيقرا الايات القرانيه ولا شنو؟ لا، كيقرا المات، فيزيك، وسيونس، سيونس ناتوريل، بيولوجي، مورفولوجي، باش كتولي مهندس. انا ما عرفش هاد شفيق العمراني هاد الهندسه ديالو، يقول لنا مهندس بعدا ديالاش عافاك، واش كتبني القناطر، كتبني القبور، كتبني المساجد، ولا في الشريعة الإسلامية العدل والإحسان؟ ما عرفناش. واحد الإنسان دخل ودخل ودخل موقع ليه والو، وهذيك الدخلة أنا عاد فهمت الرسالة، الدخلة الأخرى، لأن ما صدقتوش بأن كيدخل ويخرج من تيوقع ليه والو، فخصو يعطيوه مصداقية. المصداقية شنا هي؟ هو يعني دخلتي ودخلتي، علاش ما مني دخلتي قبل ما كنتيش كدير فيديو انا في بروكسل انا غندخل الا وقعت لي شي حاجه؟ لا درتيها في الوقيته اللي قالوا لي قول هاد القضيه. عافاكم الخوت، خدموا عقلكم شويه. انا كنظن بان اللي فضحوا في هاد القضيه، مع كامل الاحترام، الخويا حاجي واخا حنا مختلفين بزاف د الحوايج، ولكن شفت واحد الفيديو انه باقي في امريكان هو في الطوموبيل وانت كتهضر معاه، وقلتي ليه بان الناس كتسائل كيفاش كتدخل وتخرج، تدخل تخرج كيوقع لك والو، والناس كدير تدوينه اغنيه كتمشي في 3 سنين الحبس. فهم النظام قاد الامور، ها هو حنا غنديوه حتى هو للحبس وغنضعفوه وياكل العسل، يبقى ياكل هذا الاضرام على الطعام بالعسل، ماشي مشكل، وخرج على رجليه وكيهضر مازال كيهضر، وقبل كان كيسخف، كتشدني الدوخه وسامحوني الخرا انت خرا، ما عليناش. انت غتجي لبروكسل، انت اذا انت عارف اشنو غيوقع لك، غتدخل يشدوك. داكشي اللي درتي توصيه، الوصايا العشر ديال موسى، انا غيشدوني. ومنين دخلتي في 13 و15 و17 علاش ما درتيش هاد القضيه؟ ما كانش المشكل، منين تطرح المشكل بون انت جيتي مستعد ليه، انا غنتشد. ف يعني تفرشتو يا القردة ديال التاريخ، القردة ديال، أنا ما كيهمنيش التاريخ، كيهمني الأرض ديالي. أنت وداك الهداوي داك مزرع قمرون مع
انت الا كنتي عروبي وكتهضرب بطبوط وكتهضرب بطبوط، هذاك بلاد الكسكسو، هذاك ماشي بلاد الكسكس الامازيغي. فرجع عند البطبوط اللي جيت مع مين، جبتيه انت هذا البطبوط ديالك؟ سير قلب على المصدر دي، ياك مهندس انت قلب على المصدر، سير كل البطبوط ديال بصح ماشي هذاك الدوزيام والتروازيام دوغري، لا لا كل داك لوريجينال. هذيك راه بلاد الكسكسو، بلاد الامازيغ ايها العروبي الحيوان قمرون. واش ملي كتشوفوه ما كيبان لكمش داير بحال كروفيت، كيوجهو كيكرشو كيعينيه كيصدرو كيعنقو كي كروفيت. وداك الاخر مول الزريعه، مول الزريعه ديال المهداوي مع الزوج خطيره عنده واحده، لا هما منقطين يعني جايين من قبيله واحده، قبائل المالي هذوك التوارقه دوك الطوارق اللي كيوقفوا على رجل واحده، على رجل واحده كيسرح الغنم كيوقف على، راك واقف على رجل واحده المهداوي والعمراني تلاقي بجوج راكم واقفين على رجل واحده ونقرضوها لامكم. انا غير باش نقول لك يا شفيق العمراني، كتعيش في ارض امازيغيه ما كتعرفهاش، كتعرفش بان ارض امازيغيه 97% ديال السكان ديالها امازيغ، وانت المهداوي عاونوا عاونوا عاونوا، انت اللي الخنيشات ولا اش كتقول الخوبيشات، انت كابر في الخوبيشات وما كتعرفش بان هذيك الارض، انت مثقف. انت هضرتي على القضيه ديال جبال الاطلس ديال الريف ديال الناس ديال السجون ديال، لا انت ولا انت تلاقيتو خوبيشات دوك صحاب الرجيلات واقفين على رجل واحده، تيك تيك النحله يا برجيله واحده، نتوما تيك تيك النحله برجيلات واحده، حنا راه واقفين بجوج الرجلين، واقفين الاهم من داكشي، واقفين على الارض ديالنا وعليها كنضاربو. وقف انت برجل ديالك بحال دير عكازية يا المعكزين. المهم حنا ما نبقاوش نعاودو، تحية الأحرار وتحية الغبار وتحية، مشغوليش أنا مشغوليش، أنا كنقول لكم غير خدمو عقلكم. واحد الإنسان دخل ودخل ودخل ما شدو تحت، والنهار اللي غيشدو هو علمكم، هو قال ليكم راه انا غيشدوني. ها هو دابا واش عقتو ولا ما عقتو بوالو؟ كما قال واحد الاخ في الفيسبوك، تصور الاولى اللي خرجت ديال التعذيب ديال الزفزافي خرجت عنده هو في القناه قبل من منين جاتك العمراني؟ واحد الريفي جاوبك قال لك الخطيبه ديال الري ديال 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 الزفزاف حنا ما كنعرفوهاش، حنا ريافه وحنا ولاد الدرب، وانت عرفتيها، انت عارفها بالاسم تفرشتيها قمرون يا بنو كلبون. اعيدك ربما ما نكونش انا في كره ارضيه، ستؤدي الثمن، ستؤدي الثمن، غتخلص غالي، لأن الأحرار ديال الوطن عاقوا بيك، ماشي أنا الوحيد، شو شحال من صوت في الكرة الأرضية عاق بيك، كلهم ينددون بيك، فما كتحشمش يا قمرون يا الكروفيطة. ما كت راه انا كيبان لي ملي كنشوفك كنشري واحد الكروفيت كيشبه ليه هو، غير هذاك الكروفيت انا كناكلو
وهذا بغى ياكل نيان وانا كان اكلك اصاحبي، غناكلك وياكلك الشعب المغربي. اتونسيون الناس اللي كيعتقدوا بان راه هذيك الاخدوعه ديالك قمرون وداك مول الزريعه، مول الزريعه هو ومرتو غتلعبوا علينا دابا. ما تقدروش تضروا على معتقلين، ما تقدروش تهضروا بان اللي دخلكم للحبس هو محمد السادس. ما كنقصدش محمد السادس كشخص، منظومه منظومه اخطبوطيه هي اللي دخلتك فيها، العائله وفيها الخدم وفيها اللي ما وليتيش، ولكن انت داروك، انت داروك وانت الاخر، جوجكم داركم لنا حنا هذيك اللعبه ديالها عراقي مصداقية عطاكم. انت وليت كتفتخر بان معتقل سابق، ولكن عندك 3 شهور، راه المهداوي يفتخر اكثر منك، راه عنده 3 سنين وخصو يعطيوه كراد اكثر منك. انت كابران هو لا جدان ديال الخذلان ديال بائع الوطن، جنرالات نتوما كلاب في عيوننا، حنا غتبقاو كلاب. قنعاد عاوتاني تحية للأحرار، لبعر والخرا وعينا من هاد الهضرة ما قدات والو، ولكن واخا داكشي كاع كامل أنا كنحيي غير الناس اللي عندها شوية، اللي كتفكر شوية وكتسائل واش بصح هادشي ولا كذوب ولا قلب تانتا ونبش تانتا. ما تسنانيش انا نجيب لك الطبصيل ونحطو لك ونهز ونوكلك، هو خدم شويه خدم شويه، راه الارض ماشي ديالي بوحدي، راه ديالك حتى انت. انا كنخدم على الارض ديالي، خدم حتى انت معايا، خدم قلبها صاحبي، راه ما كياكلوك الزبانيه الجبناء اللي كيبيعوا مواقف ديالهم غير بالهضره، كيعرف يهضر كيطلعوه ميكروفون كاميرا ودي يخطب عليك الميداوي. اش كيسمى ديك القناه ديال الخرا ديال مرحبا بزوار موقع دل، وكل انسان باقي كيتصنت لهذاك المدلول، فصدقني انت مدلول اللي كتصدق واحد كيكذب عليك وكتصنت ليه، فانت المدلول. ما تطفيش، ما تقدرش تطفيه بالزبل تعيد عليك، لا ماقي كتصنت ليه. راه عنده الحق لي، هذه كلمه قالها زوينه، عنده الحق. راهم كيكذبوا عليكم، راهم سحرة باللسان يسحروكم. نتوما شعب دغيا كتأمنوا بالسحور وكتسحروا بالزربة، وخدم عقلك أصاحبي، راهم سحرة. أي إنسان باقي كيتفرج كيتصنت راه كضر راسك بلا ما تعيق، كضر راسك يا خويا. علاش كضر راسك؟ علاش كتصنت للسحرة الكذابين منافقين اللي باعوك انت الاول مشيتي وما تيقلبوا على مصلحه، وتصنتوا ليا المهداوي اش من طونويل غيولي يسوق، العمراني لعند الاحسان العدل والاحسان والتحساك، كيحسكو هادوك كيحسكو. وقفوا معاكم هادو في 20 فبراير، هادو وقفوا معاكم، صيفطوا لكم ها البياض الاخرين، العداله والتخريب. واش 11 ل 21 10 سنين ما شبعتوش، شحال خصنا نزيدوكم عاوتاني شي 20 عام اخرى باش تعيقوا؟ تعيقوا بان هذوك راه الشلابيه الكذابه منافقين. يا المهم
انا مازال نبقى مع امك وما الشعب الغبي تتفيق. يلا جمع مخك، سير الناس تقود عليا، يلا طنكي شون عرار.